أهلا بكم من جديد. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نقل المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنجليزي ومواطنه تشيلسي في 29 من مايو الحالي من مدينة اسطنبول التركية إلى بورتو البرتغالية، وذلك بعد حظر السفر بين إنجلترا وتركيا بسبب تداعيات فيروس كورونا. وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان أنه سيتم توفير 6000 بطاقة لجماهير كل ناد، وأشار في الوقت ذاته إلى أنه سيتم لاحقا تحديد العدد الإجمالي للجماهير المسموح لها بحضور النهائي على ملعب جاجاو. تعادل فريق إيفرتون مع مضيفي أستون فيلا من دون أهداف في مباراتهما على ملعب فيلا بارك لحساب الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبتلك النتيجة ارتفع رصيد إيفرتون إلى النقطة 56 بالمركز الثامن، كما ارتفع رصيد أستون فيلا إلى 49 نقطة بالمركز الثامن.